السلام عليكم. احنا كده دلوقتي عايزين نعمل لكم رز في الفرن، ايه اللي هو الرز المعمر. عندي كيلو رز وعندي قشطه وعندي ملح ولبن، وممكن برضو ايه ناخد جزء من اللبن مع جزء من الميه، بيبقى جميل جدا وهيعجبكم ان شاء الله. احنا دلوقتي غسلين الرز ونقعينه جاهز، بس ان احنا نحط عليه، نحط اول حاجه الملح. انا عملت لكم قبل كده بس بطريقه السمنه، دلوقتي هنعملها بطريقه القشطه وهتشوفوا الفرق، فعلا هيعجبكم جدا. نلفه بقشطة ما بياخدش منك حاجة خالص، مادام الحاجة عندك جاهزة. نزود لبن مغلي عشان يساعدك على العمل على طول. زي ما احنا شايفين خدنا تقريبا كيلو الا ربع لبن، وهنزود معانا بجزء من المية عشان يبقى مفتح وجميل. صدقوني طريقته جميلة جدا، وهتشوفوه ما يطلع من الفرن هيعجبكم اوي ان شاء الله. نحط شويه من الميه، نقلبه كويس عشان الملح يبقى دايب فيه. كده هو جاهز بس ان هو يتحط في الفرن، وهنوريه لكم بعد ما يطلع من الفرن ان شاء الله. كده الرز بتاعنا في الفرن محطوط على نار عاليه 180 درجه، وان شاء الله ما يطلع منه هنوريه لكم يبقى شكله جميل جدا. بس وطلع من الفرن شكله جميل جدا وشهي جدا، ان شاء الله يعجبكم. اتمنى انكم تجربوه بالف هنا وشفا، وان شاء الله ربنا معاكم وتتابعونا ان شاء الله في الاكلات بتاعتنا الجايه.